متابعين فالسبير، رجعنا لكم في لقاء جديد، لقاء فني جديد اللي غنطلقوا فيه الموضوع مهم، هو تقريبا من المواضيع اللي انيه ومواضيع ديال الساعه. مؤخرا تم الكشف على النتائج المرحله الاولى او الدوره الاولى للدعم المسرحي، فمجموعه من الفرق كانت لها نصيب من الدعم، ولكن في المقابل كانوا وجدوا فرق اخرى وفنانين اللي هم وزهم في القطاع المسرحي تم الاقصاء ديالهم من الدعم كيف ما كيقولوا وما حصلوش عليه، رغم انهم قدموا مشاريع في المستوى على حد قولهم. واليوم باش نناقشوا هذا الموضوع ونطرقوا لهذا المشكل والحيثيه ديال هذا المشكل اكثر، معنا اليوم الفنان ديالنا نور الدين اديب بصفته ممثل مسرحي ومخرج مسرحي. اهلا بك سي اديب. شكرا على شيماء، بارك الله فيك. سي اديب، في الاول سؤال اللي قبل ما ندخلوا للمشاريع اللي تم اختيارها واللي حضرت بالدعم او اللي ما حضرش بالدعم، بالنسبه للاعلان على الاسماء اللي كونت هذيك اللجنه برئاسه السي الحسن نفالي، بالنسبه لك واش كتشوف ان الاسماء المختاره من قبل وزاره الثقافه يعني عندها القدره انها تقوم بهذه المهمه؟ شكرا للاجتماع. بالنسبة للجنة مكلفة بدراسة الدعم المسرحي أو مكلفة بالمفاس للدعم المسرحي، مرارا يعني رسلنا سيد معي الوزير وطلبناه بتغيير اللجنة، لأن جل اللجان اللي كان السليفة كان حاضرة فيها المحسوبية والزبونية وباك صاحبي، ولكن مؤخرا السيد معي الوزير لما شكل لجنة جديدة جلهم فنانين، فرحنا قلنا الحمد لله دولة فنانين وازنة وفنانين، قلنا الحمد لله اللجنة هذه جات إلا من أجل الإنصاف بعد الفروق اللي تم إقصائها من طرف اللجان السليفة، الفروق اللي كانت حاملة مشاريع يعني راقية وجادة. جينا نشوفوا من خلال النتائج اللي عنات عليها اللجنة، لقينا يعني اللي كنفهموا انطلاقا من الكلام ديالك أن باقى الوضعيه كما هي، شوف واش هما هاد اللجنه كيعطيوها بعض المسؤولين داخل الوزاره بان هالبريمه كتشوع عليه القانون الداخلي ديالنا اللي هي المحسوبيه والزبونيه وباك صاحبي، ولا ما فهمتش انا، اقسم بالله العظيم ما فهمتش. السؤال هنايا اللي خاصنا نطرحوه هو شنو هما المعايير اللي كيتم الاستناد فيها اللي كيستندوا لها هذه اللجنه في الاختيار ديال هذه المشاريع؟ حنا حاولنا اننا كاعلام حاولنا اننا نتواصلوا مع من المفروض باش نعرفوا هذه المعايير، ولكن ما لقيناش. من المفروض اللجنه باش تدرس ملفات يعني تعني بتدقيق كل عمل على حده، كنشوفوا هذا العمل المسرحي واش هو قابل العرض، واش هو قابل للدعم ولا لا. لكن نشوفو تنقاو اغلب وربما اغلب يعني داك الاعمال ما تمش الدراسه ديالها وما تمش يعني القراءه ديالها، في حين ان اغلب الفروق اللي دعمات من طرف اللجنه ماشي من طرف الوزاره، من طرف اللجنه المكلفه بدراسه الملفات هي كلها اللي كدعم سنويا، يعني باقي كيتكرروا نفس الاسماء، باقي الان كيتكرروا نفس الاسماء. والغريب في الامر انا ماشي ضد الفروق دينا الدعم، وانما ضد التدبير، سوء التدبير اللي كاين، سوء المعامله، ما كاينش نيه هذا اللجنه هذه باش تشوفي فرقه كدعم جوج مرات، بينوا على سوء النيه ديالهم وبينوا على المحسوبيه والزبونيه وباك صاحبي. وشكون المسؤول على هذا الشيء في نظرك سي اديب؟ وكلهم مسؤولين، اللجنه كامل مسؤوله، ما نقولش انا الرئيس ولا عضو ولا اللجنه، هذاك الرئيسه كيسير كل المسؤوله، ولكن والمسؤولين داخل وزاره الثقافه هما حتى هما مسؤولين، والوزير حتى هو مسؤول. ان لا يعقل، ربما نتكلم انا على الفرقه ديالي جمعيه الاشارات، لا يعقل الحمد لله قدمت ملف، قدمنا ملف راقي متكامل وكيحمل معمل مسرحي ما يدوم حال، مسرحيه ثقافيه تراثيه لا مادي، يعني عمل جبار على شي حال يكون من النصيب سله مهملات، في حين ان جميع المشاركين ديالو لا الفنانه ولا التقنيين كلهم في المستوى العطاء، فنانين محترفين
فنانين عندهم درايه بالفن العيطه. هذا عمل تحرم منه حنا من خلال الدعم، وحرموا الجمهور من خلال المشاهده. ما يدوم حال عمل فوق المستوى، عمل ضخم، عمل جبار، علاش يتحرم منه الجمهور؟ علاش؟ علاش؟ اسمحي لي على السناء، ما تقلقيش مني الا شويه نفعت، لان ماشي انفعال وإلا ما حقيقه. هذاك كيضر في النفس. علاش؟ هذه اللجنه هذه بكل صراحه فقدنا فيها الثقه. فقدنا الثقه حتى في الوزاره. الوزاره بقيت صافي فقدنا الثقه. مؤخرا للسماء اسمحي لي عنده على النتائج كخنجر مسموم، يعني طعنونا به ماشي من الظهر وانما من القدام، يعني من امام وجهنا طعنونا بدون حياء بدون حشمه صافي، يعني هما خرجوا لقوت، في حين ان هناك اعمال تستحق الدعم، اعمال تستحق المشاهده من طرف الجمهور. فقدنا الثقه كيف قلت لك. هذا الامر هذا ماشي، يعني حنا توصلنا بشكايات من فرق اخرى اللي حتى هي كتشارككم وكتشاطركم نفس الوضعيه، وحتى هي كتقول باننا قدمنا واحد العمل اللي في المستوى ولكن ما حضرش بالدعم. السؤال اللي باقي يطرح نفسه، انت عارف يعني على درايه بالكواليس ديال هذا المجال الفني والمجال المسرحي، وكيفاش كيتم يعني الفرق المشاركه، وكيفاش كيتم شنو هما المعايير اللي خاصه توفر في المسرحيه. دابا انت كتقول وحكمتي على العرض ديالكم المسرحي انه عرض كامل متكامل من جميع النواحي، فشنو هما الامور اللي كتركز عليها اللجان في الاختيار ديالهم؟ لان كل سنه نفس الجدل كيعاود يثار، فباش نحدو هذا الامر شنو هما المعايير باش حتى الجمهور يعرف شنو المعايير في نظرك؟ دابا المعايير اللي خصها تكون، دابا انا عبد ربي كفنان مسرحي غادي نقري اللجنه ونوريها كيفاش تخدم، كيفاش المعايير اللي ربما نخدم عليها. لا انا كندوي باغي نشرحو غير للجمهور شنو هو المعايير اللي خاصها توفر في اللجنه، واللي متوفره كتقول بانها متوفره في المسرحيه ديالكم. دابا بالنسبه للمعايير ديال اللجنه باش تحكم على عمل، خص اولا ندرسو ياك، وربما دير لقاء مع صاحب العمل وتناقش معاه، فهمتي هاد العمل واش في مستوى ماشي في مستوى، اشنو هما المسائل اللي بانت لكم نتوما كلجنه يعني ما لاقاش، واش كاين خلل في الممثلين، كاين خلل مثلا في التقنيين، كاين خلل في النص، كاين خلل مثلا في الاخراج. ومن يترفض المشروع ديالكم ولا العمل ديالكم شنو هو التبرير اللي لقيتو؟ واش تواصلوا معاكم وقال لكم راه علاش ترفض العمل؟ لان اللجنه راه استقبلات اكثر من 300 هذا هو اللي كان جاي في سياق الكلام ديالي، ما تواصلش معنا، ولكن حنا باذن الله كفرقه مسرح اشارات وكمسرحيه سميتو محال مباشره بعد اللقاء غنديروا مراسله ديال طلب استفسار، من بعد غنديروا مراسله طلب لقاء مع السيد الوزير باش نشرحوا ديال الوضعيه، حيت ربما شي حاجه هي غيبه عليه حنا كفنانين كنشوفوها غادي نوضحوها ليه. ومن ناحيه اخرى حتى الميزانيه اللي خرجت للدعم المسرحي عليها واحد كاين مجموعه من الاراء اللي مختلفه ومتداربه، اللي البعض كيقول ان ميزانيه مقبوله، وكاين البعض اللي كيقول هذه الميزانيه ما غدير لينا والو اصلا، يعني هذه الميزانيه يلاه دير هذا الشيء اللي دار، يعني ميزانيه ضئيله بالنسبه لك انت. واش كتشوف ان فعلا الميزانيه اللي خرجت الاعمال لدعم الاعمال المسرحيه في المرحله او الدوره الاولى فهي فعلا ما غادي تقضيش بالغرض؟ هي بالنسبه للفروق اللي خدوا الدعم كافيه لهم قدام، ولكن هذوك الفروق ما خلوش الدعم، هذوك الفروق اللي ما استفدوا من والو، راه ماشي طائله يعني ما كافياش ولا ما كايناش كاع، حيت هادو الفروق خاضوا الدعم ماشي يخدموا على راسهم، احنا ما حسبناهمش، ولكن حنا كنشوف هذوك الفروق اللي ما خادوش. يعني ممكن هذا يكون سبب ان تم اقصاء الفرق اخرى، ان الميزانيه محدوده؟ ماشي مبرر. علاش وزاره الثقافه على قدها تقول لي لا حقه ما حقه الميزانيه ما قداش؟ لا الميزانيه كافيه، ربما هذيك الميزانيه اللي عطاونا ربما يدوبلوا على ثلاث مرات او اربع مرات. علاش ما نفهمش ان يحرموا فروق
عندهم واحد الميزانيه الله انت على اصحابنا وحبابنا والخرين اللي ما كنعرفوهمش انا حرمهم علاش حقه ميزانيه لا لا احنا كيف ما كنعرفو احنا مو راك ممثل يعني اللي عندك علاقات في الميدان وانا كنعرف بان عندك علاقه بالسي يعني رئيس لجنه فعلاش انت ما متواصلتيش معاه يعني بشكل شخصي وباش يبرر لك او لا يعطيك اجابه شافيه علاش ترفض العمل احنا من السيد المايل وزي شكل اللجنه اغلب اسماء تما غادي لهم علاقه صحة النفالي يكبر مع منظر الشباب دقوني صديق ديالنا واخ ديالنا انا ملي كنتكلم على اللجنه ما كنتكلمش على 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 اشخاص ولا شخص انا كنتكلم على اللجنه كمؤسسه اللي حرمتنا من الدعم هذا انا كان بامكاني قبل نتواصل مع الصحافه نتكلم معاه وهذا ولكن الضمير ديالي ما سمحش ليا ربما نقصي اخر ولا نضرب اخر يدوز لي العمل ديالي الحمل ديالنا حنا تحنا كاين واحد الثقه في النفس والثقه في العمل ديالنا قلنا العمل ديالنا غيتحط للجنه كباقي يعني الاعمال وربما غيتخاد بعين الاعتبار بانه عمل جاد راقي كيطرق واحد الموضوع ديال الفن العيطه ربما كيحيد واحد الرواد ديال الفن العيطه ربما يعني غيتقرب للجمهور بهذا الفن العيطه وكذا غيتخاد بعين الاعتبار ولكن لو كان عيط في التليفون للصحافيين وتكلمت معاه ودرت معاه جلسه ودرت مع الاخر 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 ربما كنت غادي نكون محظوظ فعلا فهمتي والسيد الوزير ربما مشى عنده نتكلم انا وياه ولكن لا احنا كفرقه يعني فرقه من ضمن الفروق كامله احنا كنا فنانه كنا احباب وكنا اخوه كنا عندنا هم واحد اذا علاش شي تقصى وشي دعم هذا هو السؤال اللي طرح دابا قلنا بان تقدمت اكثر من 300 عمل تكسلت من 300 مشروع ف واخا تكون الميزانيه قد ما كانت ما كنظنش انها تكون كفيله لهاد المشاريع كامله دونك بالنسبه لك انت كدوي كواحد يعني عارف بان العمل ديالو عنده واحد المعايير متوفره فيه واحد المعايير اللي كتخول لي انه وحده بالدعم ف يعني انت كدوي من هذا المنطلق ماشي يعني خاص الدعم يدعم جميع الفرق لان هذه ما يمكنش باش ندعموا جميع الفرق ما يمكنش للشماء ربما ما عرفت غادي نقول لك كلام حقيقي يعني غادي نقول لك جل الفرق اللي تقدمت قصد الدعم كلها ربما الوزاره دير واحد يعني تسطر واحد برنامج استراتيجي هاد الفروق راه مغاربه هاد الفروق مسرحيين فنانه وكلهم حاملين هم ديال الفن المسرحي وكل فرقه ربما حامله معاها عمل في مستوى اللي يخلي يعني كيستحق المشاهده 350 و 300 ولا هذاك فرقه اللي تقدمات بالملف ديالهم خاصها يكون الدعم باستثناء بعض الفروق اللي ربما خاص يتعاد النظر فيها وتكون معالجه وهذا نريحوا معاها ونعالجوا معاها الموضوع ولاف يعني هذا كاين الخلل وكلهم خصهم يدعموا مش واحد نعطيه 60 مليون واحد ما نعطيه والو او على الاقل نشوفوا الفرق اللي ما عمرها خدات دعمات فعلا هذا مشكل هذا مشكل مطروح وربما نعاتب عليه السيد معي الواسي واسمح لي لان نهار الدعم الاستثنائي في المناسبه او اللي في يعني في الجائحه ديال كورونا وربما ادرك بان بعض الفنانين متفرغين متضررين من الجائحه واعلن عليها السيد معالي الوزير وتحطت في دفتر التحملات بان الفروق اللي خاص تستافد هي الفروق اللي عمرها ما استفدات من الدعم والفنانه متضررين جينا نشوفوا لوائح او نتائج ديال اللوائح اللي استفدات لقينا من نص الفروق محترفين اللي كيستافدوا كل سنه الدعم ديال المسرح يتحرك حسنا بحقره حقره وحيف والسيد معالي الوزير اعلن عليها مره ثانيه وتيقول بالحرف غادي ندعموا الفروق اللي عمرها ما دعمات الفنان المتفرغ ودرنا شراكه مع الشركه الوطنيه لدعوه التلفازه على اساس غنسجلوا 60 عمل مسرحي ولكن اغلبها الفروق اللي عمرها ما دعمات كنزو نشوفوا تنقول الفروق اللي دعمات من الدعم الاستثنائي ودعمات مرارا من الدعم العمومي هي اللي استفدات بالمسرح يتحرك اليوم كنشوفوا الدعم انتاج مسرحي نفس الفروق كذلك واش حنا مغاربه ولا خارجين قولوا لينا واش حنا مغاربه نبقاو في المغرب
واش حنا فنانه نبقاو فنانه، بغاو نغادروا نغادروا، بغاو نخرجوا نخرجوا، سهله. اي حاجه بقاو نديروها نديروها معاهم. المهم هذا حق الشرعي اللي خولنا الدستور 2011 كفنانه، حنا كنطلبوا الصدق. هذا حقنا الشرعي، الدعم المسرحي حقنا الشرعي كفنانه محترفين، كفنانه مبدعين حقيقيين. حنا ما جيناش دخلنا من الشرج، دخلنا من الباب. السي حسن نفادي على درايه بهذه المسائل، الا كان رئيس لجنه كلامي غادي يقول سي اديب على الصواب. من عام 1977 وحنا فوق الخشابه، كبرنا في الفن. دابا يرجعوني عام 1977 قول لي المسرح، نقول لهم لا، بعدو مني المسرح، بعدو مني الفن، عارف اشنو غيجي من وراه. هنا باك صاحبي حنا كنعرفوا بعض الناس، جاتا كبر عاد ولا فنان وكياخذ دعم. علاش حب صاحبي سمحي لي وقيلا نفعل ما تقلقيش مني. في الاخير بغيناك توجه الكاميرا رساله للمسؤولين، ياك الكاميرا ديالك رساله للمسؤولين، تقول لنا تقول لهم فيها رسالتك، يعني رساله واضحه بخصوص هذا الاقصاء ديال العمل ديالكم او الاعمال اللي اسم الاقصاء ديالها كامل. شكرا، مهمه قد الرساله هذه غادي نوجهها السيد معالي الوزير شخصيا. سيد معالي الوزير ارجوك، ثم ارجوك ثم ارجوك، عيد النظر في الملفات التي نالت الدعم المسرحي، وكذا الملفات اللي كانت من نصيب سلة المهملات، وإلا ما عرفت. هذا ماشي تهديد، وإنما وإلا بين قوسين ما عرفت. عيد النظر في الملفات، وغتقاد ملفات منهم مسرحية ميدوم حال اللي تحالت على سلة المهملات، تلقى أعمال في المستوى حرام وعار، نحرموا الجمهور من مثل هذه الأعمال الراقية والجادة. مسرحية ميدوم حال عمل راقي وجاد، خاص الجمهور يشاهدوا وخاص المسرحية الدعم. وشكرا. شكرا لك سي نور الدين، وشكرا لهاد المعلومات اللي قدمتي لنا كامل، وهذا الموضوع ودويتي بحرقه، وحنا عارفين علاش ومقدرين علاش. فمشاهدينا وصلنا هكا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلاقاوكم في لقاء جديد، وعلى امل ان الواقع الفني ديالنا يولي احسن واحسن ان شاء الله، والفنان المغربي تكون عنده واحد المكانه اللي كتسهلها ان شاء الله مستقبل. فهذا هو لقاءنا، نتلاقاكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.